احمد الطيب، واحنا بنرفض اخوانه الازهر واي اساءه للدكتور احمد الطيب او للكنيسه، هي اساءه للشعب المصري كامل. حسب الطلبه اللي بتقول ده نعرف الإسلام اللي جه به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما نعرفش إسلام حسن البنا ولا إسلام سيد قطب. إحنا مسلمين من أيدي الأزهر وندعم الأزهر اللي بقاله 1050 سنة في مصر، في واحد كامل الإيمان، في واحد الوحدة الوطنية من المسلمين والمسكيين. الأزهر الشريف، الأزهر الشريف وتاريخ أكبر من الإخوان وأكبر من تاريخ الإخوان، ولا للإخوان ولا لأخوانة الأزهر. وشكرا. اسمي سمير احمد جعفر، مركز السادات منوفيه. جايين هنا للمشايخ الازهر عشان هم عايزين يأخونوا الازهر، عايزين يأخونوا الجامعات ويأخونوا المحافظين. طبعا ماشيين بتاسيس يأسسوا جميع الدوله اخوانيه. احنا بنقول احنا دوله معتدله، دوله لنا الاسلام والازهر. الازهر هو الصفه اللي بتمثل شعب مصر بالسماحه، بالتدين، بالاعتدال، وليس بالارهاب والاغتيالات والقتل زي جماعه الاخوان ما كانوا مشهورين باغتيالات الوزراء وباغتيالات وبالضرب والتفجيرات. احنا مع الازهر المعتدل اللي ما سمعناش اي عالم ازهري اعتدى على اي انسان، لا بقنبله ولا بصاروخ ولا جماعه محصوره تمسكنا تدمر مصر. والنهارده جايين عشان نقف مع الازهر ومع القضاء برضه، لان راحوا للقضاء وشويه مع المخابرات العامه، عايزين يشيلوا المخابرات العامه.